تعد هذه الدورة الثانية لجائزة أفضل وزير، والتي تهدف إلى إبراز نماذج حكومية عالمية رائدة، وتعزز فرص تبادل الخبرات بين الحكومات حول العالم. تمنح الجائزة للوزراء الذين قادوا أو شاركوا في تنفيذ مشاريع حكومية ناجحة حققت نتائج إيجابية ملموسة في حياة المواطنين والمجتمع. وقد تم اختيار المرشحين النهائيين من بين أكثر من 20 وزيرا كان قد تم طرح أسمائهم بناء على مسح عالمي. الجائزة تشكل مناسبة دولية لعرض تجارب الوزراء الملهمة والمتميزة حول العالم، وحرصا من القمة العالمية للحكومات على حيادية الجائزة واستقلاليتها ومنحها المصداقية التامة، فقد تم استثناء الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة من الترشح والمشاركة في الجائزة.